بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم فراشاتي، وش حوالكم؟ وش راكم؟ الزينات والوريدات دياولي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. نرحب بكم دائما في قناتكم المتواضعة، ونرحب بجدد اللي التحقوا للقناة، نقول لكم نورتوني وشرفتوني ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بهذا الروتين الصباحي، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. جوزت معاكم دقائق معدودة وان شاء الله تستفادوا معايا يا ربي. حبيبات قلبي، لهنا راهي قريب 7:30 تاع الصباح، كما كنت تشوفوا الحاله راهي سكات، واحد النسمه واحد البروده. الله الله يا البنات، شوفوا النعناع تاعي يهبل ما شاء الله، الشبع من المتعشطة البنات. قبل ما نبدا نهار تاعي في الشغل وتمرميد، راح ندير التيزانه اللي راني نتبع فيها باش نحي الدواره تاعي. واش نقول لكم يا البنات، والله النتيجة راني في 5 أيام، النتيجة رائعة. كرشي كانت منفخة صراحة، والله ما نزيد عليكم كلمة، منفخة الحق الفمي. تأمنوا يومين فقط، يومين النتيجة كانت راح لي كاع هذاك النفخ وهذيك البروده وهذاك الانتفاخ، يعني هذوك الغازات اللي كانوا في كرشي. وراني صح حاسه باللي كرشي راهي صح راهي تحرق في هذوك الدهون البنات، والله يعني النتيجه تاعها انا راني نجربها، وراني ان شاء الله كل مره ندير تيزانه راح نوريها لكم. تبعوا فقط الروتينات باش هكذا نحفزكم. انا حطيت عليها هذاك فيديو كامل البنات، عنده 3 جمل اللي حطيته، اللي مازال ما شفتوش تروح تشوفوا البنات. المهم نعاود لكم المكونات لهنايا، كما كتشوفوا يا البنات درت ملعقه كبيره تاع الشاي الاخضر، لا تاي عادي اللي نشربوه، ودرت ملعقه كبيره زنجبيل مرحي البنات، واللي عندها اخضر معليش يعني، بصح الاخضر يعني شويه قاسح ويجي شويه حار، بصح النتيجه تاعو روعه. كنت تعرفوا بالزنجبيل ينحي البروده يعني، ويعني يعالج بزاف امراض. وزدت معها 2 شطبات تاع نعناع ولا 3 كما حبيتوا، والمكون الاساسي اللي هو قشور الرمان. قشور الرمان راهم معروفين اللي ملح بزاف للكولون للمعده والسطر وبزاف الصوالح. اما لا، شوفوا هذه المكونات كامل راهي مفيده. ودرت 3 كيسان على حسب نهاري البنات، 3 كيسان تاع ماء سخون ماشي مغلي، ماء سخون، وخلطت وحطيته في هذاك البقراج وخليته على جهه حتى وين يطلق مليح هذاك قشور الرمان. المكونات واحد اخرين بالخف يطلقوا. البنات بزاف سقساوني قالوا لي كيفاش ديري. شوفوا البنات، راني نشرب فيه انا كي نشرب القهوه ولا كي نتغذى ولا كي نتعشى، نشرب كاس موراه، فهمتوني؟ نشرب كاس معمر مور الاكل. واللي حبت تخدم كميه كبيره مثلا 2 لترات ولا تكثر المكونات، وكي تشوفوه طلق الله الله صفيوه وعمروه في قرعه وديروه في فريجيدان وشربوا. وثاني ديك اللي عندها يعني هكا شحم بزاف دهون يعني في منطقه البطن، مع الشغل مع اللي تقدروا تخرجوا تمشيوا كامل هكا تزيدوا من حرق الدهون، يعني خدموا شغلكم بوجي وشويه، مش غير رقد رقد يعني، تتهلاو شويه في روحتكم هكا. والله العظيم الدواره تروح، هي واش اللي تخسر المراه الدواره؟ الدواره صامته صامته وتخسر الجسم هكا، ماشي وحده تقول كاين بزاف هكا سمانات مبنات دبدوبات ما شاء الله، بصح تلقاو الدواره تاعهم ما كاش. الاغلبيه يشربوا تيزانه، وكاين اللي ما يشربوش القهوه كحله، قهوه كحله تنفخ، انا تنفخني القهوه كحله صراحه. البروده كي نمشي بلحفه ثاني تنفخني، وكي يعني الجسم تاعي يمتص البروده ثاني تنفخني، تتنفخ الكرشه تاعنا. وزيد حنايا العله تاعنا كامل في جسم المراه هي الرحم اللي هي الوالده، يعني الوالده ديرنا الم الراس، الم الظهر، الم في كامل الجسم، الدوخه والقلقه، وديرنا الاكتئاب، ديرنا كل والنفخ والسمونيه، يعني الوالده تاعنا تتحكم كامل في الجسم تاعنا. المهم يا البنات شوفوا، راه وقت الرمان، انا مانيش نرمي في القشور الرمان، حبه لي ياكلوها نجي نحي لها هذيك اللبه الداخل مره، نقشرها هكا رقيقه ونخليهم في مكان في الظليله ينشفوا. الله الله راهم بزاف ملح، حتى تقدروا ترحوهم غبره كي يبسوا وديروهم على حسن وكامل وتاكلوا مع صباح على الريق، راهي بزاف مليحه هذا قشور الرمان. استحفظوا عليهم ما ترموهمش يا البنات، واللي ما عندهاش تقدر من عند
عند العشاب. اما لهنا يا البنات ولادي وقعتي كراهم راقدين، ابدي التصبيحة تاعي كما كتشوفوا راح تبديت بالصالون، هذا كرونه اللي ما خلوه ليش كامل كما درت عيد ميلاد حنين. البنات بالنسبه لي قالوا لي حنين بنتك شوفوا اللي بزاف قالوا لي كيفاه تجيك حنين ولا بنتك، كان اللي مازال ما فهموش حنين راهي بنت لوستي، بنت انا مرت خالها فهمتوني، بنت لوستي نشدها يماها استاذه، انا اللي نشد هذه حنين راهي كثر من بنتي حتى ولات تسابيل بنتي وتغير منها بالبزاف. المهم البنات شوفوا الكارثه اللي دارها لي انيس، جاب الباتيسري هذيك في الليل وجا لهنا يتمرغ فوق الفوتاي، انا نخليهم يلعبوا نخليهم يديروا رايهم، بصح وسخ لي كامل هذا الغلاف تاع الفوتاي ودفقها لي في الارض ووسخوا لي الفراش. قلت معليش اليوم راهي صاحيه كما شفتوا الحاله، الله الله برا ايا، قلت والله غير اليوم نقي شامبرتي ونقي الصالون، كنت خدمت في الليل نقيت الكوزين غسلت مواعني وسيقت الهول ونقيت لي يتنقى نحيت الاغلبيه في الليل. اليوم عندي الخدام راح يخدم لي البلافو الحمد لله يا ربي يا ربي، كيما قالت لي ام ايمن قالت لي سمعي قالت لي شتي كي كشفتي وحشمتي راجلك هنا في القناه راه حشم وراح يخدم لك البلافو، والله غير اكثر من 5 سنين كل مره يقول لي اليوم غدوه اليوم غدوه اليوم غدوه دائما يكلخ لي. المهم البنات الحمد لله يا ربي كهداه ربي وراهو جاب الخدام وراهو بداو فيها اليوم، على خاطر البارح صحات شويه واليوم راهي شميسه غير تاع تحواس، بصح انا راح نخدم شغلي ننفض كما كتشوفوا ننفض دنيتي، شوفوا الباتيسي دفقها لي انيس كامل في الارض دار لي خدمه تاع الصح. المهم الخدمه كاينه سلسبيل راهي مريضه حشاكم جاتها هذيك الهم كما نقولها الهم راهي في حاله. المهم خليتهم يرقدوا وانا نط بكري بديت يعني والله قبل ما نبدا بالقهوه تاعي وكامل بديت نفتح الطاقه بديت ننفض في الصالون، قلت باش نقص على روحي باش هكا ندير للخدامين الفطور وكامل. المهم يا البنات الشغل هو ما يخلصش، هذه هي، وخليهم ولادنا يلعبوا وخليهم يصوتوا وخليهم ينقزوا وخليهم يديروا رايهم، حنا ننقيو وين رايحين يلعبوا برا الشتا والبروده، انا نخليهم يلعبوا ونخليهم اخي كاين الماء عندنا يدينا الصح كامل في الصحه، هذا ما كان ونقولوا الحمد لله في هذا الصح في هذا الوقت الصحه الحمد لله. شتو البنات شحال لبيت باتيسري ياك خام شونتي جابها يلعب فيها باش ياكل في الطبسي قاعد يتبع، يا انيس ريح يا انيس ريح، ولا لا منا ومنا حتى وين جابها على وسخ لي الفراش، قلت لهم درت لي خدمه صحيتي ومن بعد نخدمك كنرجع لك الخدمه الدوبل تاعها نشدو يعاوني. المهم يا البنات شوفوا كيفاش، المهم راني نقيت جبت كل حاجه غير بالعقل وما نديروش الحس على الجيران البنات، خاصه شت بزاف اللي ما يحترموش جيرانهم البنات اللي يسكنوا في باتيمو، شت بزاف البارح وحده قالت لهم جارتي قلت لي لا انا نرقد لا راجلي يرقد، قلت لهم جارتي تنوض على 6 تاع الصباح وتلبس صافي نقولوا كصاب ولا عروسه جديده مسكينه، والله يا البنات يعني حسوا خاصه اللي في لي باتيمو ردوا بالكم، ما هي دعوه الشر ماهيش مليحه، هاي الواحد مريض واحد يحب يرقد بكري واحد خدام وينوض بكري. المهم لازم نديروا بالنا باللي الجيران وصى عليهم الرسول عليه الصلاه والسلام، لازم تحسوا شويه بالجيران. هنا يا البنات بعد ما ايضا نض الزوج تاعي نض شويه بكري باش يروح يجيب سلعه باش للخدامين، هنايا فتحت ثاني شومبرا تاعي فتحت الطاقه شوفوا راني نفرش هذا الفلقه هنايا باش نحط عليها الكوفيرتا وكامل على خاطر الغبابر على هذاك ذاك الكليماتيزيغ كاع كيما كتشوفوا البنات، خرجت الكوفيرتا تاعي واحد الشمس غير تاع تحواس، لا تاع غسيل الفراش والزرابه ونفيض الله الله، ومن بعد كامور الظهر مور الجمعه اللي حابه تخرج طيب اتاي وتخرج تحوس، خرجت المخايد وكنت بدلت دراوات تاع البنك تاعي كنت بدلتهم في الليل هكا باش نبدا فيهم ثاني تيكا مع الصباح نغسلهم ثاني باش نبروفيتي على خاطر قالوا بلي شتا نهار الحد ترجع. شوفوا البنات هذه كانت مدتها لي هديه قناه عالم المراه ربي يحفظها ناديه اختيتي ربي يحفظها لي ان شاء الله. شوفوا الغبار البنات عندي يومين برك ما مسحتش الغبار يا اللي نسكن قدام الطريق وعندي سبيغه قديمه يعني الغبار كلاني. المهم لازم ندير نيتواياج الشومبره تاعي ما نخليهاش مملكه، غرفتي صغيره هي غرفتي والمطبخ تاعي هادو نعطي لهم اهميه في الدار اكثر من اي كوانه. المهم كاين بزاف قالوا لي
كيفاش يعني عندك 20 سنة زواج وما زلتي تفرشي ونفرش أنا إذا ما فرشت شومبرتي شكون يجي يفرش أنا نفرشها ما زدني كيما عروسة جديدة نفرش ونفرشها زوج مرات في السمانة نبدل لها ونشيلها قش جديد ونشيل ريداوات يعني كي يكون المصروف نشري وما نبخلش على الشومبرة تاعي هذه أنا المملكة تاعي الشومبرة تاعي كاين بزاف يقولوا بلي نعجزوا كامل بصح لا لا شومبرتك هي مملكتك لا ما لا تزوجنا كلشي كلشي الا غرفه النوم لازم تكون شابه ونقيقيه ماشي شرط قش جديد ولا فراش جديد المهم تكون نظيفه نقيه ريحتها تهبل تخرجوا فراشكم المهم انا مسحت البنات كملت قاعدتي كمسحت الغبار الله الله شوفوا ما داليش كامل الوقت حطيت التليفون قاعده غير نصور لكم فقط ويا ربي 25 دقيقه كنت مسحتها ونفضتها الله الله وخليتها تتشمس هنايا هيا لهنا راهي تقريبا قريب العشرة راحت بديت باش ندير الغدا راح نديرو الطعام حنا كل جمعة نديرو الطعام البنات شرالي دجاجة قال لي شي تحب 100 تال عباكم بلي انا عندي شحال مشيت للجاج صراحه ماشي ما نقدرش نشي بصح ما نشيهش على جال راهو غالي خلو يهبط شويه هكذا يا اخي الواحد ما يموتش بلا دجاج بصح اليوم عندنا الخدامين ما لازمش نخلي الخدامين تاوعي بلا افطار على بالي بلي زوج تاعي شحال من مرايته عند الناس يروحوا يخدموا عند الناس والله العظيم ويقول لي الناس لابس بيهم بصح قرعه تعبه ما يحطوها لهم شو قال لي بصح ونروحوا نخدموا عند الزوالي القل الماء القهوه والغدا والله غير يتهلا فيهم اي لهنا كل واحد وكيفاش يخمم قال لي يوكل الخدامين تاعو مهما كان حتى واذا كان فقير يحط لهم طابله معمره واللي عنده يتمجحح يخاف ولا يخلص ولا دراهم بزاف شفت رجال هكا يحطوا منشورات في الجروب ويقولوا شوفوا خدمنا عند واحد مرفه ربي يزيدهم بصح قرعه تاع ما يحطها لكش تشرب هنا الخدامين واش نقول كان اللي مسكين اللي راح والله ما عنده حتى حق باه يشري قرعه تاع ما يحسوا شويه بالزواليه يا خياتي خاصه اللي ما يحبوش يوكلوا الخدامين يقولوا دبر راسهم بكم كاين اللي يخدم السبيغه والكارلاج والبلاطو ولا الفايونس وكامل هادو ما هم عندهمش الدخل يعني يقعدوا شهر ثلاث شهور ما يخدموش مع مي بالكريديت ما عندوش الدخل يعني نهار اللي جات الله فيهم ما تخليهمش يخرجوا هكذاك يا نسا هي تعتبر صدقة ليكم المهم البنات رميت ذاك الطعام يطيب وراني رجعت للشامبرة تاعي فرشتها شوفوا درتها حمرة اليوم تتعمر بالجلون نقيتها وفرشتها ونخلي الكوفيتا تزيد تشمس مليح هذيك الكوفيرتا نقلبها منه من حتى وين تسخن ونغلق التواقي تاعي تقريبا البنات شوفوا لي تفكر بالخف تكمل شغلها لهنا دوكا شوفوا الحاله راهي مربعه الله الله والغدا تاعي وجد في الوقت قد قد راني كملت الحمد لله كل حاجه البنات انا راني نسقي للخدامين باش يتغداو هكذا بعد نغسل مواعني ونكمل شغلي ونشوف وين نروح ولا نروح ندير كاش مسمن ولا ندير كاش موسكوتش ولا نعطيها برقده اولا لا اليوم ماشي تاع رقاد اليوم تاع خرجه ان شاء الله راني معوله نروح لدارنا عندي شحال ما راح تشي ما قالت لي ارواحي ارواحي نطلعوا للجبل انا قلت لها ما عندي واش ندير في الجبل دوكا ما كان لا زيتون هاد العام دارش عندنا وكامل هيا قلت لحشيش مازال ما نبتش قلت يروحوا نحوسوا لي شامبينيو كامل راهو وقتهم هيا قلت والله غير صح عندها الحق روح كش ما نجيب حشاوش خفاف وكامل المهم البنات عطيت لهم يتغذى وبعد ما تغذينا الحمد لله ها هي لكم الكاس تاعي تاع التيزانه مور الغذاء هاو لكم هذا الكاس كبير ما عمرتوش مليح ويبقى لي كاس واحد اخر ولا زوج مور العصر ومور العشاء ولا مور العشاء عفوا المهم البنات ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم وما تنساوش تدعموا خصكم بجام وخلوا لي التعليقات تاعكم كثروا تعليقات واحد زوج ثلاثة ربعة هكذا باه طلعوا لي الفيديو ان شاء الله يا ربي كما راكم تشوفوا البنات اليوم جيراني كل 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 خرجوا فراشهم وفتحوا تواقي زرابيهم نفضوا ومسحوا الغبابر الله الله خاصه كي يكونوا هكا الجيران تاع عنده والله غير يديروا واحد القلب واحد النشاط روعه ما شاء الله شوفوا شحال شباب الحال تاع اليوم غير تاع بحر هكا ولا كاش غابه شريعه وكامل البنات وصلنا لنهايه الفيديو نقول لكم اتهلاو في رواحتكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر سلام